حصلت الرافدين على مقطع مصور لأحد المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدي القوات قوات مكافحة الشغب قرب جسر الأحرار وسط بغداد. ويروي المتظاهر المصاب في المقطع المصور كيف طارده أفراد القوات الحكومية ثم ألقوه من الطابق الرابع في أحد المباني، ولم يكتفوا بذلك بل أعقبوا ذلك ضربا وتكسيرا لعظامه، بينما رفضت المستشفيات استقباله قبل أن يساعده بعضهم ويوفرون له العلاج في ساحة التحرير وسط بغداد. اي سمره كنا وين كنا هناك سمره جسر الاحرار تقريبا الساعه بدا شيء 10 ونص سمره الصبح، وين شفت واحد هناك من سمره من ابو الشغب وين على العماره الطابق الرابع، صعدت له هناك بسكوت سمره صعدت له هذا ابو الشغب، انا تقريبا اتذكرك اول كان وياي بس الولد نسى شرد من يمهم. اي اول ما صعدت سمره انا صعدت الاول الثاني الثالث الرابع راسا هم سمونه جانا واحد سمونه من اللي ورا وضربني كله، من ضربني كله انا فقدت بس انا بس كلبسني وهذا وشمرني منين بس من طابق الرابع اتكسرت من طابق الرابع، النوبه جوني اربعه من داد الشغب كسروني ضربوني ما خلوا شيء ما سووا بي، انا حتى هاي ايدي حطوا بيها طقطاقه وهنا أنا هاي الضربات كلها الألم كلش لحد الآن تأذيني. هاي آثار التعذيب. إي هذا آثار تعذيب، وهاكو نتاله، النتاله سموها ضربها هنا أنا بظهري لحد الآن تواجهني، ظل مستمر علي النتاله. زين وراح نقلت للمستشفى شنو؟ سموها رحنا للمستشفيات أنا وولد، من أخذتنا الإسعاف رحنا للمستشفيات، ودونا وين؟ باب الشردي، بالشوردة العفو. سوق العربي هاي وين العرباين هدونا هناك هذا مكانهم هدونا هناك سمونا وين رحنا سمونا رحنا تمشينا رحنا لابو المرور ابو المرور خابر على الاسعاف شالونا وين ودونا سمونا مدينه الطب اول ما رحنا له مان وولد ويانا تقريبا هواي هم ويا سته سبعه هي تقريبا سمونا رحنا هناك ما استقبلونا قلنا لهم ليش؟ قالوا لان سمونا كاتليكم والشغب يعني ضاربينكم والنوبين رحنا نقلونا يسمون المستشفى مال من الصدر هاي المستشفى رحنا لهم ما استقبلونا يعني يستقبلون اي مصاب اي مصاب يسمون قوات الشغب وجيت انا هناك بالقوه جيت اجرت تكتك من مدينه الصدر الولد انا بعد ما ادري بيهم وين راحوا اجرت تكتك وجيت وين حديقه الامه خذ الله على الولد هم ساعدوني هذا حكي انت مصاب عندك اي بس بالقوات امشي بالقوات رحم الله والديك هو هذا صار يعني.